يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا. وقد أقام صلى الله عليه وسلم في بني سعد عند حليمة 4 أعوام على الصحيح. ففي حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى ومعي بالركب شارف ناقة مسنة شارفت على الموت من كبر سنها، والله ما تبض بقطرة لبن في سنة شهباء، قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي ابن لي، والله ما ينام ليلنا وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. فلما قدمنا مكة ما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته، فقلنا: إنه يتيم، ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، فكل صواحبي أخذنا رضيعا. فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا لأني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي: والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئا. فقال: قد أصبت. قالت: فأخذته، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت وقد أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته، وأرويت أخاه، وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها فإذا هي حافل فحلبها، فأرواني وروي. فقال: يا حليمة، تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. قالت: فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا، ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركب حتى إن النسوة ليقلن: أمسكي علينا، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها كانت أدمت، أي سال دمها من كثرة جهدها حين أقبلنا، فما شأنها؟ قالت: فقلت: والله حملت عليها غلاما مباركا.
قالت: فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا، حتى قدمنا والبلاد سنة، أي أصابتها مجاعة، ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا، فنحتلب ونشرب. فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى وغنم حليمة تروح شباعا حفلا، وتروح غنمكم جياعا؟ ويلكم، اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم، فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا كما كانت، وترجع غنمي شباعا. قالت: وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، ويشب في الشهر شباب السنة، فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا: والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا: والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. فلم نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به، فأقمنا أشهرا ثلاثا أو أربعة، والله تعالى أعلم وأحكم. نورت.